السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الخوت بخير عليكم، كلشي مزيان الاحوال، ما كاين ما يشوش، الله يحفظكم ويجيكم الحمد لله والشكر لله. سمحوا لنا تمام. شنو قلت شنو قلنا قبيله؟ ما كاين ما يشوش ياك، وقفنا في مكان ما يشوش. كيف قلنا الخوت الحمد لله والشكر لله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله الاخ عبد الرحيم اللي قلنا في اسبانيا راه جا، اللهم بارك اخاي ومزيان الحمد لله على السلامه. الله الحمد لله على السلامه، الله يسلم كل واحد. وبغينا نولعكم الخوت في الجديد عندنا في اللوف ديالنا ان شاء الله. اجي يا بني شوف، بالنسبه للجديد راه فاكسيتهم. هذا الخوت الجديد، ها راه برا الشيشان وسير نيشان. نوريكم غير واحد الوليدات، هذه واحد جوجه عنده، هو هذا الولد، هذه واحد جوجه عنده اللهم بارك، يعني واحد جوجه زوينه. هذا ولدهم شتوه، ها هو دفلي، شوف تبارك الله كي داير، لا تبارك الله مليح. انا الخوت هذا الجديد، هذا راه فيه باق، انتوما جي تشوفوا، ها هو باق اسباني، باق راه ما مترافيكيش، باق اسباني. شني برات اللهم بارك، نطلقوه هنا في الكولوار. هذا الشنيبر الاول غادي نوري لكم، سيري جلسي تماك في الكولوار. هذا الشنيبر الاول الخوت، ها هو هذا الشنيبر الاول كيف كتلاحظوا يتنفس شويه. وهذا الولد الثاني الخوت، هذا الوليد، هذا خوتي كنتو اللي عندي لهيه، لان هادو ديكلاراسيون هاد الوليدات عنده والله ما بارك. هذا راه باقي صغير، هذا راه فاكسينه حتى هو الخوت الحمد لله، نطلقوا يتنفس واحد شي شويه، يتهواو غير واحد شي شويه. ونزيدكم الخوت، اجيو تشوفوا ها واحد الانثى اللهم بارك، هذا ندخل عليه في بروديكسيون، هذه راه غاده تبيض دابا. هذه الخوت كيف قلنا هي راه تكرفسات، وانما ما كاينش المشكل مكرفسه، ما كاينش المشكل، لانهم راه من البارح هما في الصندوق، هما مسدود عليهم الخوت من البارح، هما في الصندوق مسدود عليهم. ان شاء الله غيدوشو غادي يتقادو، راه فاكسيناهم. هاد النتيوه الخوت، هادي راه كنسد عليها مع واحد الذكر وكنقربعها، ما كاينش المشكل، كتبان تقربيعه. هاد التقربيعه راه كانت هي التقربعات، هادي نتوا بوره، اجيو تشوفوا ما تيمسحوها ما تيغسلوها كاع حنا. شوف شوف الخوت، شوف 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 كيعطشانا، شوف مسكينه شوف كيعطشانا. واو واو، وجيتها كنغسل ليها رجلي، عندك يخرجوا هذوك خلاص دابا. وجيتها كنغسل ليها رجلي مسكينه، عرفتي شحال شربات. كيف كتلاحظوا الخوت، ها نتوما هذه راه بورتغال، بورتغال 2019. وهاد الانثى، هاد الانثى راها ممتازه، هذه بورتغال 2019. هاد الانثى والله العظيم الى ديكلاراسيون ولادها في اسباني. هاد البرتغاليه مسكينه راه شربات، حنا غادي هادي نخليوها هنا، حنا غادي نديروها في واحد الكيان هنا، لان غادا تبيض مع واحد الذكر واعر عنده. حنا غادي نديرو لها الكيان ها هنا ان شاء الله. دخلنا الخوت لواحد الكيان، اجي ونعطيكم نوريكم عاوتاني واحد الذكر اخر. اجي ونخوت، هذا هو الذكر ديالها اللهم بارك، هذا هو الذكر ديالها، هذا ذكر، هذا ذكر ممتاز. ها نتوما الخوت جنيوحات، هذا ذكر 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 نيت بمعنى الكلمة ذكر. هذا وهذا 100% الخوت، هذا راه ديال الديربي ديال البرتغال، ديال الديربي ديال البرتغال، ما نكذبوش على الله، هذا راه ديال الديربي ديال البرتغال 100%. وذكر في المستوى الرفيع، ها نتوما جي تشوفوا الباك ديالو، ها هو 2019 هو كذلك ومثال، الباك ديالو 2019 بورتغال، ها هي بورتغال 2019. وهاد الذكر هذا هو الذكر ديال هذيك، وعطي الديكلاراسيون هذا مع هذيك النتوى، عطي الديكلاراسيون، راه ما عطشانين. وان شاء الله غادي نمشي نطلقوا معاها، ومازال خليكم معنا. كيف كتلاحظوا هو هذا الذكر، غنطلقوهم هنا، راه باغيين يشربوا. وهنا بقات الخوت، هنا بقى واحد الانثى، بقى هنا انثى، هذه بورتغال،
كذلك مثال هيا أنثى، هذه رنتيوة كيف كتلاحظوا، أجي تشوفوا الباك، هذا الباك مسخ بورتغال 2016، ها الشعار ديال داك السبع ولا شنو سميتو كيبان، راه هي بورتغال 2016، هذه راه كاشفة، هذه الباك كاشف ليها، والباك مانيتيك ديالها، الباك مانيتيك ديالها ديال البنزينك، هادشي اللي كاين الخوت، هادي أنثى، غادي نطلقوها إن شاء الله في شجنة الهيل، واللي باقي هنا غادي نوريكم شنو باقي، خليكم معنا ما تقطعيش هاد المنتج، هذا دكر، هذا واحد دكر الخوت، هذا إسبانيا جي تشوف، هذا هو إكسترا إسباني 2000، هو الشعار ديالو 2020، هذا إسباني 2020، هو هذا إسباني 2020، هذا راه جيبو الأخ عبد الرحيم، الأخ جيبو لواحد خونا وصافي، حنا ما نقولوش الأسماء، هذا مكان، طلقو تا هو هنايا. كيف كتلاحظوا شوفوا البدعيه الخوت، ها هي البدعيه اللي فيها البيضه مسكينه، راه هي كتاكل، شوف عندك حتى فهاد الوكر هي والدفلي، وشربات من طاسه هي كتاكل مسكينه، هذيك راه بورتغال 2019 مع الذكر، حتى هو بورتغال 2019، ها الذكر كيفرفر، راه حطيت لهم الماكله ديالهم، والله المستعان، ولقيت داكشي مزومي عند هنايا فاطمه الزهراء، ها هنا اللي زوميت هنا، هادشي اللي كاين الخوت والله المستعان. ونتمنوا الخير والتيسير، نسينا واحد جوج شنابر ما فاكسيناهمش، هما هذا نسيناهم واحد جوج ما تفاكساوش، يلا الخوت تحياتي لكم والى الملتقي ان شاء الله، وكيف قلنا راه الامور الحمد لله كل شيء غادي على ما يرام، وتحيه لخويا عبد الرحيم، وعلى السلامه اخي عبد الرحيم، على السلامة خويا عبد الرحيم، وبون كونجي إن شاء الله، بون كونجي، عامل وليدات الخوت شتيهم، كيف كتلاحظوا هما هادو الوليدات، راه تبارك الله الوليدات راهم، وليدات راه تبارك الله راهم ملاح، واخا باقيين صغار عطشانين، أنا ندخلهم غادي يشربوا، هانتوما ردوا البال، أجي بنيتي أجي فاطمة الزهراء. زيدي سيدي انا ندخلهم الخوت للشجنه، راني راه فاكسيتهم دابا، راه تفاكساو ونسينا واحد جوج ما فاكسيناهمش، دخلي وسدي الباب، والفاكسان بقى لتحت، سدي الباب، اجي لهنا اجي، ها نشوفو رد الفعل ديالهم هنا. المهم راه غادي يشربو ان شاء الله، انا قرب لهم الماء، ردوا البال كي غادي يديروا الماء، ردوا البال، ردوا البال، ردوا البال، ردوا البال كي غادي يديروا الماء، هو كيشوف الشرابه هذا الكبير، كيشوف الشرابه ها هو كيشوف الشرابه، شوف 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 الخوت هو كيشرب، هو كيشوف شوف مسكين، شوف 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 خشاراتو، شوف 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 شتو هو كيشرب مسكين، ها بحال جاي ديال المطلق مسكين، نعاونوه كيف لاحظت هو شرب، حنا غادي نشربو لاخر الصغيور، رجعي لور داك الصغيور غادي نشربوه مسكين، لانه ما عارفش، حنا غنخشيو ليه راسو في الما غادي يشرب، ها نتوما لاحظوا، ها الخوت لاحظوا لاحظوا، ها نتوما لاحظوا، ها ها كيبان كلشي، تبان ها نتوما شوف، ها نتوما شوف 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 كي داير، حطيت ليه راسو مسكين بدا كيجغم، حطيت ليه راسو بدا كيجغم، أو شكرا خويا عبد الرحيم،
ان شاء الله راه الحميمه حتى هو اللي غادي يدي من عندنا ان شاء الله. الحميمات اللي غادي درنا بحال درنا الروبريز حتى الحميمات اللي غادي يديها من عندنا راه تبارك الله حميمات ممتازين في المستوى الرفيع. يلا لا تقطعوا ولا تستقطعوا. وكيف كتلاحظوا الخوت هذوما الحميمات اللي جاوا البارح من اسبانيا هما هادو كيف كتلاحظوا والحمد لله راه دوريجين ما كاينش الترافيك. يعني الحمام ملي كتجيك من اوروبا راه ماشي كي بحال هنا راه حيت كاينو كيدخلوا البيغان بزاف كيدخلوا البيغان ديال اوروبا وانما وكيباغيو بهم هنايا. كيف كتلاحظوا الخوت هذه هي البدعيه هذه بدعيه راه فيها البيضه الثانيه مع ذكر اخر ماشي مع الذكر ديالها مع ذكر اخر. هذه بيضات البيضه الاولى عندي ونيت كان مولاهم كان باغي ياخذ منها جوج بيضات مع واحد الذكر عندو تما في اسبانيا وكنلاقاها باش تاخذ ياخذ منها. ولكن لي سوء الحظ بالنسبه لي هو لي سوء راه الحميمات هما كياكلوا كاملين كيف كتلاحظوا لي سوء الحظ كيف كنقولوا بالنسبه لي هويا والله الا فرحت دابا هما كياكلوا كاملين حتى الشنيبرات. لي سوء الحظ انها ما بيضاتش في الوقت والنهار اللي غادا تبيض هي النهار اللي غادا تجي لعندي لهنايا. يعني دوك جوج بيضات مكتابين ليا جوج بيضات ديال النتوى مع الدكار مكتابين ليا. الذكر الخوت اللي طالع فوق التقليزه هذا ديال الاخ عز الدين على ما كنظن والسيدي موسى هذا راه اسباني باك بيض 2020 هو هذا اوطر. انا خويا عز الدين الذكر ديالك هو هذا دفلي منقط فراسو شي شويه منقط فراسو شي شويه والحمد لله والشكر لله ونتمناو الخير. خليوني تياكلوا حنا خرجنا غير باش نصوروهم ونخليهم ني تياكلوا راه ما كياكلوا تيشبعوا ان شاء الله. وغادي نخرج الحميمات ديالنا راه كنا باغيين نصبغوهم ساعه اللي ما كاينش اللي يشد معنا الخوت لان الصباغه ضروري ضروري كتبغي العوين ما يمكن ليش انا نشد بوحدي ونصبغ بوحدي خاص لي يشد معايا الحمامه وصبغها ان شاء الله. غدا ندير لكم الفيديو ديال الصباغه ديال الحمام ان شاء الله. غدا غندير لكم الفيديو ديال الصباغه ديال الحمام ان شاء الله الا بقينا في الحياه والله ما يسر. وهادو هما الحميمات الخوت هنا خمسة الحمامات لي دياولي خمسة ديال الحمامات لي دياولي وذكر هو هاد الذكر لي من هنا راه ديال أخ عز الدين هداك راه إسباني 2020 باك أبيض. وبالنسبة ليا كيف قلنا حنا راه عندنا ثلاثة ديال لي بور تماك عندي ذكر هو هذا ذكر أنا عجبني هذا الذكر هذا عجبني على النتوى ذكر الطفلي تبارك الله لا في الجناح ديالو ولا في الوقفة ديالو ولا في كل شي ديالو كيف كتلاحظو هو هذا بورتغال 2019 يعني ان شاء الله غادي يعطي وليدات زوينين بورتغال 2019 والنتوى بدعيه راه هي حتى هي بورتغال 2019 واللي حداها واحد الطوبيه راها بورتغال 2016 بورتغال 2016 هاد كيراه وجي عندي باغي يشرب مسكين هو باغي يشرب هيا 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 هاو طلع فوق سبوتنيك وانما راني ساد سبوتنيك الخوت من الفوق لان هادي الا مشات اخرج لا انا لا عبد الرحيم مسكين غيبقى يدور 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 تيطيح به شي واحد. انا خويا عز الدين هاد الذكر ديالك هايج ندير لهم واحد ندير لهم ويها ديالهم الخوت وغادي نعطيهم شي فيتامين باش يتقوى واحد شي شويه ندير لهم فيتامين في الماء ان شاء الله. باقي عندي واحد شويه ديال اوكسي فيتامين هو اللي غادي نقاد لهم في واحد جوجي طرو
ندير لهم معلقه في جو سيترون غادي نعطيهم يشربوا ان شاء الله. يلا خليكم معنا لا تقطعوا ولا تستقطعوا. انا الخوت كيف كتلاحظوا الاوكسي فيتامين هو هذا كيضربوا هنا، نتمنى انهم يشربوا كاملين. انا الخوت كيف كتلاحظوا هو الذكر الدفلي اما كيشربوا هما ثلاثه، اما الكبار كاملين شربوا كيف كتلاحظوا هما شربوا كاملين. البدعيات هي كتشرب الحمد لله، باقي الوليدات كيف كتلاحظوا باقي الشنيبرات اللي باقي ما شربوش. البدعيه باغا تدوش مسكينه، نتمنى تصدق لي داك البيض. باقي الوليدات ما شربوش، نتمنىهم انهم يشربوا. ها واحد واحد راه يمكن شاف الماء. الصغير شاف الماء على ما كنظن. الباح راه جاو عطشاني مساك، الباح جاو عطشاني. ناوي الكبير شاف الماء، الكبير شاف الماء الخوت. ها هو ان شاء الله غادي يشرب، نكحز لهم الشرابه ليه. والحمد لله والشكر لله. اخويا عز الدين هاد الذكيره هاي جبل لي هاد الدفلي محروق، راه بان لي هايج. والحمد لله والشكر لله. الحميمات راه باقي ما عطيناهمش الخوت كاع ياكلوا الحميمات ديالنا. واش نبغي الاخر غيشرب الدفلي محروق؟ هو باغي يشرب. اصلا كنت حط لهم الماء ما كاينش المشكل. هادشي اللي كاين الخوت، هادو هما الحميمات اللي جاونا ان شاء الله. كاينه بورتغال 2016 هي هاد الطوبيه هادي، وكاينين هاد جوج بورتغال بورتغال حتى هما 2019، وجوج شنيبرات ممتازين. هادو راه كنفرخهم الاخ عبد الرحيم باش يلعب بهم. هو شنيبر غايشرب، ها هو شوف 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 هو غادي يختي راسو يشرب. يلا باقي ما عرفش كيفاش يدير يشرب هاد الشنيبر هذا. ما كاينش المشكل، شوف خوتو كيشربوا غادي يشربوا. يلا الخوت تحياتي لكم. غنشد بعدا دوك الربعه الكبار غادي ندخلهم الشجنه ديال البروديكسيون راه مايا، ونخلي الوليدات مع الوليدات. يلا تحياتي لكم، ونتمنوا الخير والتيسير لينا ولغيرنا. يلا خليكم معنا لا تقطعوا ولا تستقطعوا. دابا غادي نحلوا الوليدات ديالنا الخوت، وغدا ان شاء الله غادي نوريكم النوع ديال الصباغه اللي خدينا. دخل 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 دخل. هادو الوليدات ديالنا يخرجوا ياكلوا ان شاء الله. هادو هما الشنيبرات ديالنا اللي قدرنا عليهم الله هاد العام هذا. دخل 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 دخل. هانتوما شوفوا الريش هنا، شوفوا الريش الخوت. يعني راه واخا شطبنا، راني شطبت قبل ما نخرج الحميمات، قبل ما نطلقهم كاع هذوك الحميمات راني شطبت هنايا، ومع ذلك هو الريش خرج. يعني الحمام غير كيفرفر كيبان الريش. هانا الخوت هما كياكلوا، اللهم بارك وزيد في ذلك ونجينا واياكم من المهالك. الحمد لله كلشي خرج، راه عندهم الاوكسي فيتامين تماك. تا بالنسبه لدوك الشنيبرات اللي يلاه عزلنا الصغار باقي اللي باقي ما خرجتش كاع، راه تبارك الله راه ولاو تياكلوا منهم. هذا اللي كيفرفر هو، شوف شوف هذا اللي كيفرفر ها هو هذا، شوف راه باقي ما عمرو خرج، يعني ما عمرو طار فوق الشجنه. الذكور كيف العاده الخوت كنطلقهم يطيروا اول حاجه، عاد كنخليهم ياكلوا. يعني راه ما كنطلقهمش نيشان بالجوع، يعني راه ما كنخرجهمش ياكلوا ديريكت.
نطلقهم يطيروا لانهم ما كنخافش عليهم. هادو باقي فيهم بزاف اللي ما مرسينش، يعني كانت مرضان معاهم ما تيبغوش يهبطوا لي هاد النتيوات، علاش ما كنبغيش نطلقهم. وانما غادي يجي واحد الوقت الخوت اللي غادي يبداو يطيروا بزز منهم، يعني من غادي نحس بهم يكونوا كاملين رصاو كاملين تيطيروا ان شاء الله، راه غادي من طبيعه الحال غادي نطلقهم. نمشي نحيد لهم هذيك الشرابه، كاينه عندهم واحد الشرابه لداخل فيها المعادي، كيف قلنا الشرابه لداخل فيها المعادي غادي نحيدها لهم. ما واحد الخوت هو هذا الشنيبير، هذا كيف كتلاحظوا هذا شنيبير اسباني، هذا شنيبير اسباني تبارك الله، شوف الجماليه ديالو كي داير. هذا غادي نخلي لكم وليدات والدي، هذا الشنيبير انا نخلي لكم والدي اسباني بجوج تبارك الله، زعما وليدات في المستوى. خرج يا وليدي خرج، كيف قلنا وليد في المستوى هو هذا الشوف، هو باقي في القوش، باقي اسباني في القوش، اللهم يسر ولا تعسر. دابا الحميمات صافي كلاو باغيين يدوشوا، ولاني الفاكس عطيناهم الفاكس ما يمكنناش نعطيهم يدوشوا، تيقول لك على الاقل دوز واحد الاسبوع، هما اللي عارفين والله اعلم. دابا الحميمات هما راه كلاو. وتا بالنسبه للضيوف الخوت، الضيوف تاهما تبارك الله راه كلاو، دوك كاين فيهم هذا، كاين هذا الفيلي هذا شتوه، هذا راه باقي فيه الزغف في راسو، انا نزوميه لكم، هو هذا باقي في القوش، راه باقي اسباني هذا، غنوريكم الباك ديالو الخوت، بلاتي انا نوريكم الباك ديالو، وهذا هو اللي طار، هذا اللي طار، راه هبط، راه هبط، شتوه هو هذا، هذا الفيلي هذا الخوت هذا، تا هو، غنوريكم الباك ديال الاسباني 2022. انا غنشد واحد فيهم وغادي نوري لكم. اوا شدينا الصغير الخوت الصغير هو اللي شدينا، الحمد لله راه كلا، الحمد لله راه الماكله راه كلا، اللهم بارك راه كلا. هذا هو الشنيبير، جني واحد ديالو هما هادو، واخا ايبان صغير هو هذا الشنيبير الخوت. بالنسبه للباك هو هذا، ها هي اكسترا اسبانيا، دابا شوف كي باقيو السبليون، ها الشعار هو هذا الشعار اللي كنقول ديال الاتحاد الاوروبي، هو هذا الخوت الشعار. بالنسبه للشنيبر راه الحمد لله راه كلا، كيف قلنا الشنيبر تبارك الله راه كلا. دابا غندخلهم باش نطلقوا الاناء الذكور ان شاء الله، غدا ان شاء الله غنقدر غدا نطلقهم، لان كاينين وليدات هنا، حيدي انت ندوز لك رجلك، كاين كيف قلنا الخوت كاين هنا وليدات ما عمر ماشي ما عمرنا خرجناهم، انما باقي ما مرسينش، خاصني نحاول ما امكن نرسيهم شي وليدات باش كلشي يكون كيطير ان شاء الله. يلا يلا وليدات يلا دخلوا دخلوا، باغي نتمشى حرامين، دخلوا وليدي دخل دخل دخل، زيد بابا زيد اصاحبي، خليكم معنا الخوت ندخلهم ان شاء الله وانا معاكم. كيف قلنا الهاتف ما كاينش اللي غادي يشد معنا، ندخلوا الحميمات بعدا. زيد اوليدي يلا اونتري 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 entrez 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 vite vite entrez 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 entrez.
انا صاحبي انت واش غتمرضني؟ هذا الخوت هذا متفرخ ديالي ان شاء الله، هذا الطويل والطويل ممتاز باذن الله، الله يسخر فيه يا ربي امين. انا الخوت كيف كتلاحظوا دخلنا كل شيء، دابا الدوكو غادي نطلقهم يطيروا، حطينا لهم المويه ديالهم، الحميمات كلهم في امان الله. انا الخوت تبارك الله، اللهم بارك، قول اللهم بارك. ها الشجنه بدات كتعمر تبارك الله، مازال هنا كاين شي دوكور غادي يتعزلوا ولله الحمد. ان شاء الله دابا نخرجوا الدوكور، الدوكور وبعض الزغاليل راه كاينين هنا، واحد ربعه الوليدات خمسه، حلوا لهم البويبه الخوت انا معكم. هادو خصهم يطيروا ان شاء الله من الاول. انا الخوت واحد الزغلوله وواحد الشنابير تبارك الله، واحد الشنابير اللهم بارك. هاد الشنبور راه جدو وجده هما الجوج اللي في الدوكور. خرج الجوج اللي عندي في الدوكور. انا الخوت كلشي غادي يطير، حتى دوك الوليدات بالنسبه للشنيبرات حتى هما غادي يطيروا. يلا كلشي يطير، كلشي. خرج انت وليدي، انت غطير. هذا راه في البداله عليه، ما كيبغيش يطير، ما تي بحال نقولوا ما كيقدرش يطير. هادو تا هما غنطيرهم، خليكم معايا. انا الخوت هما طلقناهم، هما هادو جوج ربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، هما هادو ثمانية اللي ما طاروش قبيلة. ها هما هادو الثمانية، هما هادو، ها هما هادو الثمانية، طيرتهم جريت عليهم. الفريق هاهو، هاهو الفريق ديال الدوكور اللهم بارك. انا غنلقى دي غدا هما تلاقاو، هما غادي تلاقاو، هما تلاقاو تبارك الله. دابا غادي يبداو يطيرو مجموعين، هما تلاقاو الخوت. انا الخوت اللهم بارك، حنا مع الولاعة الخوت، حنا ما باغين حتى حاجه من غير الولاعة، غنناشطو ونشطو معانا خوتنا وحبابنا. انا الخوت هادو راه فيهم الجوع دابا ان شاء الله، واحد السنيبير هو ان شاء الله يبداو يطيرو مجموعين دابا حاليا، راهو متجمعو مع هذا الشنبور واحد اللي خارج منهم. ها هو ها هو راهو فين باغي يهبط، ما كاينش المشكل غادي يجي، هذا ما نخافش عليه، هذا هو اللي كنقول لكم. سبحان الله، ما هذا الشيء هذا ما نخافش عليه. ها الاخر هنا هما باقي ما كيشدوش مع الفرقه الخوت بالضبط، باربعه بهم، هما جوج هنا وجوج ها هما هنايا، باربعه بهم باقي ما كيشدوش مع الفرق لانهم باقيين صغار والحمد لله. دابا نخليو حميمه حتى يطيروا على خاطرهم لانهم غادي يهبطوا دغيا، فيهم الجوع دابا حاليا، غادي يهبطوا دغيا ان شاء الله. وجدوا لهم الماكله ديالهم، ها الماكله اللي كنعطيهم دابا حاليا هي هذه، راها ماكله تخليطه راها ممتازه الخوت، ماكله راها ممتازه بلديه. هذه خديتها من عند خونا ادريس الله يرحم ليه الوالدين، بالتقسيط يعني بالكريدي هو التقسيط. وبالنسبه لهذه الماكله راه ما خديتهاش مخلطه عنده، راكم لاحظتوا حيت كاين بعد المتتبعين اللي ما غايشوفوش داك الفيديو، اللي يعني كيتفرجوا غير في الفيديوهات قلال بحال هكايا، بحال واحد قال لي بشحال خديتي داك التخليطه، قلت ليه كون تفرجتي في الفيديو ما غتسولنيش، قال لي بحال اش، قلت ليه راه الفيديو راه بينت فيه كلشي، يعني نيت من طبيعه الحال راني بينت في الفيديو كلشي وهدرت كلشي. الزريعه جبتها بوحدها، جبت 16 كيلو الزريعه بوحدها، الذره الحمراء جبتها بوحدها، الجلبانه جبتها بوحدها، القمح جبته بوحدو، السوركو بوحدو، الذره البيضاء بوحدها، الرز بوحدو، يعني هادو هما التخليطات. وما نزيد نوريهم الخوت هنايا، انا باقي عندي محافظ على ديك الورقه، ها هي كاينه هنايا، هي هادي علاش باش نيت باش ما غنتلف على حتى شي حاجه خديتها. ها هما الخوت باش كل واحد يكون عارف شنو خديت. ها هي خديت 10 كيلو ديال الجلبانه راه هي الفوق، 10 26 كيلو الجلبانه راه هي 26 كيلو الجلبانه، صوم 10 درهم الكيلو، وخديت 23 ديال بوزغيبه،
السوم 140 ريال الكيلو، خديت 75 كيلو ديال الزرع ب 140 ريال الكيلو، خديت الروز 25 ب 170 ريال الكيلو، الذرة الحمراء خديت 20 كيلو ب 7 دراهم، والذرة البيضاء هي السورغو خديتها 50 كيلو ب 170 ريال. وبالنسبه للجلبانه عاوتاني عندنا هنا واحد 5 كيلو ديال الجلبانه، لقيت هذيك الجلبانه البيضاء 5 كيلو ديال الجلبانه ب 10 دراهم الكيلو. هادشي اللي كانوا الورقه ديال الحساب الخوت، هي ها هي الورقه ديال الحساب اللي جمعت فيها الاثمنه، هي هذه هي اللي جمعت فيها الاثمنه، حيت كان سولني واحد انا خويا العزيز واللي ما شافش داك الفيديو، هذه هي الاثمنه الجلبانه تقامت عليها شي واحد الحشره مضره، هذه 6200 3220 الزرع 10500 ريال، الذرة الحمراء 4250، الروز هذاك والذرة الحمراء 2800، وشنو هذاك التحتاني ب 170 الكيلو، ما علينا، في اخر المطاف 38500 ريال، 38500 ريال. هادشي هادي هي التخليطه، خنشره مشات الخوت اللي كانت هنا، راه صافي سالات خنشره، هي الخاوي ديالها هي هادي خنشره، حنا صافي ضربناها. غادي دابا نشوف هاد الخنيشه هادي، الخنشه الثانيه ان شاء الله، هما الذكور باقيين طايرين، حنا غنوجدوا لهم دابا الميكله ديالهم. وتحيه لخوتنا وحبابنا في ارض الوطن وخارج الوطن، تحيه لخويا زهير من بلجيكا، خويا منير مخلص من الدار البيضاء. هانا الخوت هادي الميكلة ديالهم، خويا جهاد وصابرينا، خويا يوسف من الخميسات، إيفانا كذلك ومثال، هانا خويا يونس من إيطاليا. الميكلة الخوت نعطيهم ميكلتهم، غنبدا نقص ليهم دابا إن شاء الله، نبقى نقص ليهم واحد شوية الماكلة، يعني ما غاديش نبقى نعطيهم ياكلو حتى يشبعو بزاف، لا. بالنسبه لواحد الشنيبير غادي نحاول ما امكن شنبور مع مرطاح، الحمام هو هبط، ها هو الشنيبيرات اللي ما كنخافش عليهم الخوت، شتيهم ها هو تبارك الله الطوبي محروق، شوف الزين والثباته، الفيتاس دامي فورا، هو مشى عند بواه، راه هو مشى عند بواه، شوف هذاك بواه شوف، غنحلهم يدخلوا ولا تيهبطوا كاملين باش ياكلوا كاملين دقه وحده. كيف قلنا الخوت بالنسبه نوريكم دوك الشنيبرات فين وصلوا، الله يرحم الوالدين. شنو بغات هما هادو الخوت، هما اللي تفرخوا هنا لتحت، شتوهم راهما غاديين، يعني راه كيوكلوا فيهم تبارك الله، راه غاديين بجوج بهم، هذا هو اللي كنت فرختي الا كنتو عقلتو الخوت، هو اللي كنت كنقشر البيضه، ها هو هذا هو اللي قشرت ليه البيضه ديالو، من قرع عقلت عليه فيه شويه ديال البيض، يعني هذا غادي يخرج بدعي و100% غادي يخرج بيض بزاف، اي خرج بيض 100%، الله اعلم. والاخر هو ايوا الحمد لله نخليهم دابا بحال هادو، ما غاديش نحيدهم، يقول لك باهم في شكل ولا امهم ولا هادي، هاد الشنبور ما عمرو خرج، هذا ما عمرو خرج الخوت، غادي نخرجو بيديا ونخليه ربما ياكل، هذا ما عمرو خرج، هذا هو اول مره كنخرجو لهنا لهاد الكولوار، تبارك الله كي داير. ها الحميمات راه نقدروا نقولوا هبطوا كاملين، شي وحدين راه هما كياكلوا ديك الماكله اللي طايحه على برا، شتوها هما كيهبطوا مزيان، كاينه بوز غايبه تما اللي كدوز تحت الباب، هما كيلقطوا فيها، نخليهم حتى يلقطوا داك الشيء كامل، وعاد غادي نحل لهم السبوتني كيهبطوا، يا هما كيهبطوا هما. ها الحميمات كلهم هبطوا تبارك الله، ها انتوما باغيين يدخلوا الاخرين، راه كيف قلنا راه هما تابعين بوز غايبه، وداك الشيء اللي طايح هذا غادي غتقلب البانيو، غتقلب البانيو غيطيروا كاملين. هانا الخوت ديك الميكله اللي مشتها هنا في الارض، بالنسبه للبديعي اللي كانت فيه الكوريزه والخوت، هو نشف لاحظتوه راه نشف، وليني واخا هكاك راه يكون مازال فيه المرض لداخل، الله اعلم، يعني مازال غادي تستريطا، كيف قلنا مازال غادي تستريطا، يعني ماشي دابا، دابا راه ما غنطريطا حتى شي حاجه ان شاء الله، ماشي دابا. يلا خليكم معنا، لا تقطعوا ولا تستقطعوا، حنا باقي ما حليناش اليوم الخوت يهبطوا يدخلوا، قلنا حتى ياكلوا شي ماكله هنايا مشتاليه اللي كتهبط من تحت الباب، ماكله نقيه من طبيعه الحال نقيه، هما كيلقطوا فيها هنايا حتى يساليوها كامله، الحميمات هما كيهبطوا، يبانوا لي سلاوه كامله، غادي نحل لهم البويب باش يهبطوا،
ماشي يهبطوا ان شاء الله. يا مو تشنابر اللي عزلتها خوتها دي من قطع في راسها، وهاد من قطع في راسها راه بنت جوجه اللي عند الدكور من داك النوع اللي قلت لكم ما كيتلفش تبارك الله، يعني الشنبور واخا ما يكونش مرسي ما يكونش مشمش ما يتلفش سبحان الله العظيم. منهم هذا هو، هذا راه خوه هذيك نيت هو انا نزومي لكم. وهاد الشنبور هذا شوف هذا اللي فيه البيض في ظهرو راه خو هاد النتيوا، ها هي خو هاد النتيوا اللي من قطع في راسها، ها هما بجوج بحال بحال هما حدا حدا تبارك الله سبحان الله، ها هما بجوج، ها هما بجوج الخوت. يعني هاد الشنابر نيت كيف لاحظتوا هذا نيت هذا اللي هضرت عليه اللي في ظهرو البيض ما مولفش نخرجو يتشمش، خرج شي جوج مرات طرفو الشجنه طارو تلفو جاو، يعني ما عاديه عندهم ماشي من داك النوع ديال خاصك تشمش لا مثلا بحال هكا، يا ماشي مشكل كاع اللي يتشمش وبالكارونتي الخوت وداكشي كيف كنقول بالتجربه، كيقول لك التجربه خير ودالي، يعني راه بالتجربه ما كيتلفش الولد ما يتلفش بالكارونتي ما يتلفش والله المستعان. دخل 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 احنا ندخلوا دابا الوليدات، ها انتم ولد دخل منين دخل الله اعلم، ها هو داك الرقيوق منين دخل الله اعلم. دخل 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 الحمد لله راه الامور طيبه، طلقنا الدكور طارو هبطو ونتمناو الخير، هي عاد هبطت من تواسير تاكلي كيف قلنا انتم كتلاحظوا، نتمناو الخير في دوك الحميمات اللي جاونا جداد ديال اسبانيا بورتغال هما، نتمناو في دوك البرتغاليين الخير يا ربي امين. يلا الخوت والى فيديو قادم بحول الله، والله يرحم لكم الوالدين، وتحيه لخوتنا وحبابنا كاع في ارض الوطن وخارج الوطن. يلا والى فيديو قادم بحول الله، وانا ذا الله يحفظكم الخوت جميعا، الله يحفظكم هادشي اللي نقول لكم، الله يحفظكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وغدا ان شاء الله خليكم معنا غدا ان شاء الله كيف وعدتكم، غادي نوريكم النوعيه ديال الصباغه، الصباغه اللي كناخذ وغادي نصبغ بها الحمام، وما غاديش نصبغ بالحمر، الحمر غادي نبعد منه، غنوريكم نوعيه اخرى ديال الصباغه وغادي نصبغ بها الحمام وغادي نشوفوا الحمام كي غادي يولي يبان في السماء. ويلا وتحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وتحيه ما نساوش اخوان تحيه يسرى طه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شكرا على المشاهده، ولا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناه.